مرحبا، كيفكن اليوم؟ بحلقتنا في عنا نص بدنا نقريه وفي عنا تمارين، وبالآخر في جواب على الحزورة، وكمان في حزورة جديدة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا لليوم بدي خبركن عن مثل. في مثل بيقول: من جد وجد. شو يعني من جد وجد؟ من جد يعني يلي بيتعب كتير بيلاقي. شو بيلاقي؟ بيلاقي شي؟ لا، يعني يلي بيتعب بيدرس منيح وبيسمع منيح كل الأمثلات اللي عم تعطيها المعلمة وبطبقها بالبيت وبعيدها، بالآخر يجد. شو يعني يجد؟ يعني بيحصل على علامة كتير منيحة وعلى تهانة. مشان هيك انتو لازم شو؟ تتعبوا وتشدوا حالكن لحتى بالآخر يهنوكن يكافئوكن. فهمنا شو يعني من جد وجد؟ قبل ما نبدأ حلقتنا لليوم شو رأيكم نستمع لأول أغنية؟ مدرستي الجميلة تحلي أيامي، أنشد فيها أجمل الأغاني، أنتقل من صف لصف وها أنا اليوم في الصف الثاني. في الصف الثاني نتعلم وننمو، نصغي نعبر نقرأ نرسم. في الصف الثاني نتعلم وننمو، نصغي نعبر نقرأ نرسم، لنحقق أجمل الأحلام. هل أنتم جاهزون لقراءة النص؟ هيا بنا. أخي زيد، أخي زيد. هل يزعجكم أخوكم الصغير أحياناً؟ هل يزعجكم أخوكم الصغير أحياناً؟ إذن سأحكي لكم عن أخي. إذن سأحكي لكم عن أخي الصغير زيدة. عن أخي الصغير زيدة. أخي الصغير مزعج حقا. أخي الصغير مزعج حقا. أمس في المساء، أمس في المساء بينما كنا جالسين، بينما كنا جالسين إلى مائدة الطعام، إلى مائدة الطعام في الحديقة، في الحديقة كان أخي يلعب بدراجته، كان أخي يلعب بدراجته فصدم آنية النبات، فصدم آنية النبات الفخارية وكسرها، الفخارية وكسرها. فقالت له أختي، فقالت له أختي: فداك يا زيد، فداك يا زيد،
قلت لها: لا لا، قلت لها: لا لا، زيد شقي، زيد شقي. صحيح أن حركاته، صحيح أن حركاته تزعجني أحيانا، تزعجني أحيانا، ولكنني أحبه كثيرا، ولكنني أحبه كثيرا. قريتوا النص معي؟ أكيد، لأنه أنتوا شاطرين. هلأ مننتقل للفقرة التالية. أخي زيد هل يزعجكم أخوكم الصغير أحياناً؟ إذن سأحكي لكم عن أخي الصغير زيد. أخي الصغير مزعج حقاً. أمس في المساء بينما كنا جالسين إلى مائدة الطعام في الحديقة، كان أخي يلعب بدراجته، فصدم آنية النبات الفخارية وكسرها، فقالت له أختي: فداك يا زيد. قلت لها: لا لا، زيد شقي. صحيح أن حركاته تزعجني أحياناً، ولكنني أحبه كثيراً. طلعوا على اللوح أحبائي وشوفوا شو كتب. هؤلاء متفرجون. شو يعني هؤلاء متفرجون؟ انتو اذا اجا لعندكن حدا وبدكن تخبروني انو هيدول الناس هني اصحابي، شو بتقولولي؟ بتقولولي هيدول اصحابي. شو يعني هيدول؟ شو عملت انا بايدي؟ اشرت. شو يعني اشرت؟ يعني دليت عليهم. هيدول اصحابي. كمان باللغة العربية ما منقول هيدول، شو منقول؟ هؤلاء أصحابي. هؤلاء دليت عليهم أنا. شو استخدمت؟ كلمة هؤلاء. أشرت لإلهم بكلمة هؤلاء. تعرفوا شو منسمي كلمة هؤلاء؟ أنا دليت، أشرت. هؤلاء هو فعل أو اسم؟ أكيد اسم. هؤلاء منو فعل، ما عم بعمل شيء أنا، ولا عم بحس بشي بقلبي بداخلي لحتى أقول إنه فعل. هؤلاء هو اسم. طب اسم شو؟ اسم إشارة. ليه تسميه اسم إشارة؟ لأنه دليت، أشرت على أصحابي وقلت هؤلاء أصحابي. وهون كاتبين هؤلاء متفرجون، عم يتفرجوا على شي، على شي مسلسل قاعدين عم يتفرجوا عليه. شو بقول عنهم؟ هؤلاء بدي دل عليهم.
متفرجون. متفرجون شو يعني؟ كتار أو واحد؟ كتار أكيد. لما يكونوا كتار شو يعني هالكلمة؟ بالمفرد أو بالجمع؟ بالجمع أكيد. هؤلاء متفرجون بالجمع. وبالجمع شو قولكون؟ مذكر أم مؤنث؟ متفرجون أكيد بالمذكر، لأنه لاحظوا شو كتبت. تاني شيء، هؤلاء متفرجات. شو يعني متفرجات؟ يعني بنات عم بيشاهدوا المسلسل، عم يتفرجوا على المسلسل أو على المسرحية، صح؟ إذا متفرجون كلمة بالجمع والمذكر، ومتفرجات كلمة بالجمع ولكن المؤنث. فهمنا؟ بشو أشرنا للمتفرجات؟ كمان بأي اسم؟ بهؤلاء. هؤلاء. إذا ماذا أستنتج؟ شو بفهم؟ إنه أنا إذا بدي دل على أصحابي شو بقول؟ هؤلاء أصدقائي. وكمان إذا بدي دل على صديقاتي شو بقول؟ هؤلاء صديقاتي. يعني استعملت هؤلاء اسم الإشارة للجمع لمين؟ للمذكر والمؤنث في الجمع. فهمنا؟ استخدمت اسم الإشارة الجمع هؤلاء لمين؟ للمؤنث والمذكر في الجمع. فهمنا؟ رح نكتبها. هؤلاء منسطر تحتها ومنقول اسم إشارة. تذكرتوا شو يعني إشارة؟ يعني عم دل، أشير، عم دل. اسم إشارة للمفرد، للمذكر عفواً، والمؤنث، والمؤنث الجمع. ليه؟ لأنه استخدمته قدام كلمة متفرجون وقدام كلمة متفرجات. كمان بكتب هون هؤلاء اسم إشارة للمذكر والمؤنث الجمع. طيب كلمة متفرجات وكلمة متفرجون بشو؟ خليني أبدأ مع متفرجون. جمع أكيد، بس مذكر أم مؤنث؟ شو؟ متفرجون يعني رجال عم يتفرجوا، يعني أكيد بالمذكر. سأضع خطاً هون تحت المذكر. بالمذكر وشو؟ الجمع. تاني جملة، هؤلاء متفرجات. متفرجات عشو بتدل؟ على فتيات عم يتفرجوا. إذن بالمذكر أم بالمؤنث؟ ركزوا منيح. شو؟ بالمؤنث. أحسنتم. رح سطر هون المؤنث والجمع أيضا. إذن كلمة متفرجون ومتفرجات شو بستعملها؟ أي اسم إشارة؟ لأنه بالجمع هؤلاء. ننتقل لهالجملة، هذا حصان. هذا حصان. إذا أنت بدك تدلني على صديقك
كان بالملعب عم يلعب معك. شو بتقلي؟ فكروا معي تشوف. هذا صديقي. شو يعني هذا صديقي؟ هذا صديقي عم دل عليه وشير إليه، عم دل إنه هيدا هو صديقي. شو استخدمت أنا لدل إنه هيدا صديقي؟ هؤلاء؟ لا، شو استخدمت؟ هذا اسم الإشارة. هذا عشو دلني؟ كم صديق؟ على كم صديق دلني؟ على صديق واحد. الصديق أقولكن كلمة بالمذكر أو بالمؤنث؟ فكروا معي تنشوف. هذا صديقي. صديق كلمة بالمذكر، لأنه بالمؤنث شو بقول؟ صديقتي. بس أنا قلت صديقي. هذا صديقي. إذا شو بستنتج؟ شو بتعلم؟ طلعوا هون. كتبت أنا هذا حصان. هذا حصان. كم حصان؟ واحد. حصان واحد. وكلمة حصان شو بتدل؟ بتدل على المذكر. هذا حصان. إذا بستنتج إنه هذا هو اسم إشارة. اسم إشارة عشو بدل؟ على كم واحد؟ واحد يعني بشو؟ بالمفرد. اسم إشارة في المفرد. وكمان عشو بدل؟ على المذكر. في المفرد المذكر. هذا حصان. انتبهوا منيح، هذه أحصنة. فكروا معي، أحصنة يعني واحد أو أكثر. كتير أكيد يعني مجموعة. مجموعة من الأحصنة يعني عدة. موجود حصان هون وحصان هون وحصان هون، عدة أحصنة. هذه أحصنة. كلمة هذه انتبهوا منيح، بالمفرد أو بالجمع هو اسم إشارة. هذه قلت لكم أنا قبل، هذه صديقتي دليت عليها. بس صديقتي هو اسم إنسان صح؟ بدل على إنسان. هذه أحصنة. شو يعني أحصنة؟ يعني اسم يدل على الحيوان بالمفرد أو بالجمع. عدة أحصنة، كتير أحصنة. بالجمع أكيد. إذن أستنتج أنه بستخدم هذه يعني اسم إشارة. هذه اسم إشارة عشو بدل؟ هو بالمفرد. اسم إشارة في المفرد، ولكنه دل على شو؟ على الجمع. يعني بستنتج إنه بستخدم اسم الإشارة في المفرد لمين؟ والمؤنث كمان لمين؟ للحيوان في الجمع. للحيوانات. ماذا أستخدم؟ هذه اسم إشارة بالمفرد وبالمؤنث للحيوانات لما يكونوا كتار. تابعوا معي. هذا مقعد. هذا مقعد. أشير إلى مقعد واحد. شو استعملت؟ استعملت هذا. وكلمة مقعد هي شو؟ بالمذكر صح؟ كلمة المقعد هي بالمذكر والمفرد. إذن استخدم اسم الإشارة هذا لشو؟
للمفرد المذكر اسم إشارة في المفرد والمذكر. ليه؟ لأنه كلمة مقعد هي بشو؟ بالمفرد والمذكر. هذه مقاعد. فكروا منيح معي، شو قولكم؟ ليش قلت هذه مقاعد؟ مقاعد بتدل على شو؟ اسم شيء، وفي الجمع. مفرد شيء؟ لا، في الجمع. شو استخدمت قدامه؟ اسم إشارة. أي هذه؟ طلعوا فكروا فكروا، هذه هو اسم إشارة. وين استخدمته؟ بهذه أحصنة. استخدمت اسم إشارة بالمفرد وبالمؤنث قدام الأحصنة. الأحصنة هي جمع بالحيوان للحيوانات، صح؟ ومقاعد هو جمع. جمع لشو؟ للأشياء. إذا استخدم اسم الإشارة هذه يلي هو بالمفرد المؤنث أمام ماذا؟ أمام الأشياء. هذه اسم إشارة في المفرد والمؤنث للأشياء. شو يعني للأشياء؟ يعني بستخدمه لما بدي أذكر أشياء. وهلأ شو رأيكم ننتقل للتمرين التالي؟ عش قط فرخ شجرة تابعوا معي أكمل متبعاً المثال. أنا كتبت مثل على اللوح وأنتوا لازم تنتبهوا وتعملوا مثله. هذا تلميذ مجتهد. شو صارت بالجمع؟ هؤلاء تلاميذ مجتهدون. فكروا معي، هذا ممثل بارع. شو بتصير بالجمع؟ هذا ممثل بارع. إذا بدي أقول عدة ممثلين شو بقول؟ هؤلاء. هؤلاء ممثل، ممثلون، ممثلون بارعون. هؤلاء ممثلون بارعون. والحزورة بالحلقة السابقة شو كانت بتقول؟ بتقول وسيلة نقل لها عجلتان أو أربع عجلات، مين بجرها؟ الحيوانات. عرفتوا الجواب؟ أكيد عرفتوا. شو هو؟ العربة. العربة. وهلأ رح قلكم الحزورة الجديدة. أي حيوان يعتبر الأضخم بالعالم من بين هول الحيوانات؟ بين الفيل، الحوت الأزرق، أو فرس النهر. الفيل شو يعني؟ يعني حيوان ضخم كتير عنده خرطوم طويل. الحوت الأزرق شو يعني؟ الحوت الأزرق لونه أزرق، وأوقات من فوق بيكون لونه مايل للرمادي ومن تحت بيكون لونه مايل للأصفر. وفرس النهر شو هو؟ فرس النهر فرس شو يعني؟ فرس يعني حصان كبير ضخم كتير. وين بيكون؟ بكعب النهر أو بكعب البحيرة. أوقات بيطلع لفوق ليتنفس ولياكل من العشب. أيامن هو الأضخم بالعالم الفيل أو الحوت الأزرق أو فرس النهر. وما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. وأنا بودعكم لحلقة جديدة. باي باي.
عائلتي ما أحلاها، عائلتي ما أهناها، بالمحبة دوما نحيا، والاحترام شعارها. جميلة في تفاهمها، قوية في تعاونها، معا في كل ظروف، حبنا ليس بالمألوف، فنحن أسرة مميزة، وهذا أمر مميز.